المشروع من الكتاب المدرسي صفحة 66. اكتب تقريرا لا يتعدى 3 أسطر حول أحد القيم التربوية التالية: النظافة، المحافظة على الممتلكات، بر الوالدين، التعاون، التسامح، احترام الآخرين، تقدير العلم والعلماء، إدارة الوقت. ثم نسقه مع استخدام المهارات التي تعلمتها، مثل إدراج صورة والتعامل معها، رسم الأشكال وتنسيقها، إدراج وورد آرت. بعد كتابة النص أحدد العنوان، ثم أغير حجم الخط بالضغط على رقم 24، ثم أختار أداة غامق لتغميق النص، ثم أختار أداة مائل لإمالة النص، ثم أختار أداة تسطير لإظهار الخط أسفل النص. لتغيير لون الخط أضغط على السهم المجاور لأداة تغيير لون الخط واختار اللون الأحمر، ثم أختار المحاذاة توسيط لتوسيط النص. تم تنسيق العنوان. بالضغط على مفتاح الإدخال لإدراج صورة من قصاصة فنية، أولا أضع المؤشر في المكان المراد إدراج الصورة فيه، ثم اختر التبويب إدراج، اضغط على أداة قصاصة فنية من مجموعة رسومات توضيحية، اكتب الكلمة المراد بحث صورة لها مثل زهور، ثم اضغط انتقال. سوف تظهر مجموعة من الصور، اختر الصورة المناسبة بالضغط عليها. سوف تظهر الصورة في مكان المؤشر. لحفظ النص اضغط على زر أوفيس، ثم اختر أداة حفظ باسم، أحدد مكان الحفظ، اضغط على سطح المكتب، ثم اكتب اسم الملف نظافة الكويت. ثم اضغط على حفظ. لإغلاق الملف اضغط على زر أداة إغلاق. يتم حفظ الملف على سطح المكتب باسم نظافة الكويت.